وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. دكتور محمود مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الموقرة وبالمستمعين والمشاهدين الكرام. نعم دكتور محمود، يعني المشري وعقيلة كلاهما توجها للرباط بدعوة من الحكومة المغربية، هل تسعى المغرب لعقد اتفاق مشابه لاتفاق الصخيرات؟ أعتقد بأنها محاولة من المغرب لرأب الصدع من إمكانية، باعتبار أن اتفاق الصخيرات قد بني أساساً في الصخيرات وفي المغرب، ولذلك لزاماً القول بأن التوجهات السياسية التي بدأت واضحة سواء الاجتماعات في تركيا أو الاجتماعات التي تمت أيضا تتم في بعض العواصم الأخرى، لا يمكن القول أو المبادرات التي يمكن أن تولد بالجزائر، لا يمكن القول بأن تكون المغرب أيضا بمنأى عن ذلك، ولذلك لزاماً القول بأن آلية التعديل وربما يبدأ بها مباشرة من حيث انتهى الاتفاق. زمن القول هل يمكن دكتور محمود لا أسمعك جيدا، هل يمكن أن يكون هناك حل سياسي في ظل هذه الظروف، خاصة نتكلم على الفاغنر الذين حقيقة يسعون مباشرة للسيطرة على النفط أو محاولات قدر الإمكان بهم أيضا أو منهم ومن خلالهم للسيطرة على الدولة الليبية؟ هناك إشكالية كبرى يجب أن يتم العمل على تدليلها من الزاوية الفعلية، هناك إشكالية سرقة الكبرى، وهناك إشكالية وجود الفاغنر ووجود أيضا عصابات الجنجويد وأيضا وجود وسيطرة أكثر على الطرف الجنوب الليبي أو يكاد، هناك أيضا آليات عملية أن يكون هناك رموز لليبيا، ليبيا تحتاج إلى حل. دكتور محمود برأيك على ماذا تستند المبادرة المغربية التي أعلنت من الخارجية؟ إلى الآن لم يكن هناك وضوح بما يتعلق ما هي المبادرة وما هي بنودها، وهل يمكن البناء على ما يتعلق بالماضي 68 مادة أدرجت فيما يتعلق باتفاق الصخيرات، وهل يمكن القبول بمبدأ إمكانية أخذ النصوص وتغيير القائمين على النصوص أو القائمين على الأفعال، لأن هناك حقيقة نعم تعثر في آليات التنفيذ من زاوية ثانية، ما هي حدود المبادرة من إمكانية النجاح، وهل يمكن القول بأن المجتمع الدولي أضحى أيضا ناضجا في إمكانية ألا يكون هناك تدخل سلبي وأن يتم مناصرة الأجسام الشرعية وأن يكون هناك توجه إلى الاستفتاء على مشروع الدستور من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، لأن هناك أيضا أجسام متلكئة وغير قادرة أو غير ناضجة أو لعلها سميها كما تشاء، هناك إشكاليات أخرى، نحن نتكلم على برلمان طبرق الذي مثل من قبل عقيل عقيلة وهو لم يجتمع لمدة سنة ونصف، وهو أيضا برلمان منتهي صلاحية، ونتكلم أيضا على أجسام أخرى تكاد تكون مرتعشة، ونتكلم أيضا على أيضا أجسام غيبت وبلديات غيبت، وأعتقد أن من المهم والمهم جدا أن تكون المبادرة مكتوبة ومنتشرة ما بين الليبيين، وأن يكون أيضا هناك وضوح في آلياتها وآلية التعامل معها وما مدى إمكانية تقبل الليبيين، يجب أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية بأشياء بتأم آلية التدخل الأخرى، فأعتقد أنها ستظل صوت نشاز. نعم دكتور محمود، يعني هل برأيك يوجد تنسيق بين هذه الجهود المغربية مع الجهود المبذولة من قبل الجزائر وتونس أم أن هناك تعارض؟ أعتقد بأن هناك تعارض بالمطلق فيما بين الجهود، خاصة ونحن نتكلم على أن الجزائر والمغرب دائما ما يكونان حقيقة مختلفين في النظرة، خاصة في ظل تشظي ومباشرة لعله انقسام فيما يتعلق بالعلاقات التي تمر بينهما، ودائما ما يكون هناك نوع من المناكفات السياسية، ومع هذا وذاك الجزائر لم ترقى إلى مبادرة مكتوبة من زاوية، ظلت تحاول قدر الإمكان هي وتونس بالحديث على قبائل وهو أمر غير موجود وغير معهود وغير مقبول بالمطلق، ومع أن أيضا المغرب لم تأتي بمبادرة جديدة، الليبيون يرون أن الأمور لا تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالمبادرة الماضية، وترون أن المجتمع الدولي غير ناضج وغير قادر إلا على دحرج كرة التلج من أجل أن تكبر دون أن يكون هناك حل، أيضا الواقع العملي أن الموجود على الأرض قد تغير وتغير بالمطلق، إذا يجب أن يكون هناك أيضا أجسام جديدة وآليات أخرى أكثر جدية وأكثر قدرة، ويبدو أن المجتمع الدولي نعم يتجه إلى الحل، ولكن هذا الحل إلى أين يصل؟ نحن نتكلم على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي تغير كثيرا وكثيرا، خاصة في ظل المساعي إلى تجريم أكثر أو لعله المساءلة فيما يتعلق بعلاقاته بشركات الفاغنر التي تعتبر أجساما شبه نشاز أو غير عبية، ومن زاوية ثانية هناك توجه إلى إمكانية ألا يكون هناك سيطرة على النفط الذي هو
وقف الليبيين. نحن نتكلم أيضا على عاصمة تمر بإشكاليات وأمور حقيقة كانت مبسعة ومزعجة 420 يوما، ونتكلم على مقابر جماعية يجب أن توثق ويجب أن تنقل رؤيتها وصورتها إلى المجتمع الدولي، ويجب أيضا أن الحاكم أيضا المختصة بأن تتناول هذا الموضوع. دائماً القول هنا أيضا التوجه أن الدول التي تحيط بليبيا جد خجولة إجراءاتها، حتى الجزائر لا تزال الآن تحكي بأنها لا تزال تفهم القضية الليبية ولا المشهد الليبي بالمطلق. من زاوية ثانية تونس تعن بإشكالياتها وأخرها استقالة الحكومة وعدم تكليف إلى الآن وستحتاج إلى وقت طويل. وأيضا السيسيون وما أدراك السيسيين حقيقة الذين يمرون بأمرين، الذين يحاولون إلهاء المصريين على سد النهضة وإشكالياتها، والتي توجه نحو ليبيا من حاول رسم خطوط وهمية للمصريين بأنها هي الحل، أنها يظل الإشكال وستبتلعهم أيضا صحراء. بالحديث عن كل هذه المبادرات دكتور محمود، هل هي برأيك محاولات دولية لإثناء الوفاق عن التقدم صوب مدينة سرت؟ كان الوفاق يحاول قدر الإمكان التقدم، ولكن يبدو أن الأمور لا تسير لقد طالت المدد. ومع هذا وذاك نلزم بأن سرت والجفرة ستكونان في حضن الوطن قريبا، وأيضا يجب أن يكون هناك تقدم إلى جدابية وإلى المنطقة الشرقية وإلى المنطقة الجنوبية. حفتر لم يعد له مكان إلا في القبر أو خلف القضبان، قد انتهى إلى مزبلة التاريخ وانتهى مشروع الداعمين له. ومن هذه الزاوية لزامنا القول على الليبيين أن ينضموا تحت مشروع موحد من أجل ليبيا ومن أجل وطنهم ومن أجل أن يكون هناك أيضا وضوح، لأن آلية الحل يجب أن تكون سياسية، ولكن بعد القضاء على التمرد يجب أن يكون هناك رسالة واضحة مؤداة أن ليبيا خلقت من ليبيين ويجب أن تسع جميع الليبيين، ولكن الذين أجرموا يجب أن يقدموا إلى العدالة. رسالة واضحة أيضا للذين أيضا حاولوا قدر الإمكان أن يقدموا العون لحفتر، لأن عليهم أن يتحملوا الجرائر التي ارتكبوها وثمن ذلك باهظ وباهظ جدا. نعم هناك توجه لخلق برنامج جديد من المجتمع الدولي، لكن إلى الآن سواء كان في برلين أو في غيرها أو في باليرمو ومن بعدها موسكو ومن بعدها ومن بعدها، هناك كثير من الاجتماعات وهناك كثير من البيانات أطنان من الورق لم ترى التنفيذ ووعود حلب من المجتمع الدولي. نعم المغرب لا شك أنها فاعل فيما يتعلق بهذا المجتمع، تحاول أن تكون محايدة بين الجميع، ولكن ما بين أن تكون محايدة وما بين أن تكون أيضا مناصرا للظلمة تاسع. يبدو أن الأمور ستسير بشكل وبخطى متسارعة، لكن إلى الآن الوضوح أو الغموض هو سيد الموقف. نعم أشكرك دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.